صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي جوهر اف ام. اليوم ننطلق ان شاء الله في دورة سوسة الدولية في نسختها 23. انطلقنا منذ دقائق بالنشيد الوطني التونسي، نبدأ العشرة في إطار الأدوار التمهيدية، تتواصل الأدوار التمهيدية حتى حدود الساعة الواحدة، ثم ننطلق في الأدوار النهائية الساعة الثالثة إلى حدود الساعة السادسة مساء. هذا بالنسبة لليوم. كيف إن شاء الله غدوة البرنامج متقارب، من العاشرة الماضي ساعة الأدوار التمهيدية، ومن ماضي ساعة ماضي ثلاثة للستة الأدوار النهائية، باش تتخللها حفل الاختتام على شرف السيد الوالي إن شاء الله. عندنا 23 سنة ننظموا في الدورة هذه في سوسة وفي نفس القاعة. الإضافة سناء هي الأجواء اللي تشوفوا فيها، اللي سناء سخرنا شركات خاصة في الاستشهار، شركات خاصة في تنظيم ليزيفينمون هذوما، واحنا نشوفوا حاجة مميزة سناء على بقية السنين الفارطة، وهذه بملاحظة كل من دخل القاعة اليوم. معناتها فما شكون اللي قال قعدت نتسائل ان نراها هنا في تونس ولا في الدولة الأوروبية. الجدو التونسي في صحيا لا بأس عليه، وهذا احنا نشوفوه من خلال التميز ومن خلال النتائج اللي نشوف فيها على مستوى الفرق الوطنية. مؤخرا تحصلنا على ميدالية عالمية برونزية، تحصلت عليها بطول مصارعة شيخ روحو، وهذا مش احنا كي نعملوا تقييم ثلاثة ولا أربع سنين حققنا ما يقارب على خمسة ولا ستة ميداليات عالمية. احنا نخدموا الرياضة بالأساس، ومن وراء الرياضة نخدموا بلادنا ونخدموا سياحتنا ونخدموا شبابنا. عندنا 195 مصارع، فيهم معناتها ينحدروا من سبع دول: الجزائر، الكوت ديفوار، الكونغو، ليبيا، العراق، ونسجلوا خاصة السنة بكل ارتياح رجوع القارة الأوروبية في المشاركات من خلال الفريق الفرنسي جودو كلوب 83. توانسة فما ما يقارب على 90 تونسي. صحيح، عندنا مدة 23 سنة نظموا في الدورة هذه. نشوفوا قاعدة التنظيم يتحسن الحقيقة، سورتو في السنوات الأخيرة عم تعاملنا والسنة التنظيم ممتاز برشا. ان شاء الله تكون معناتها النتائج تتبع التنظيم هذا اللي بصراحه سنا كان ممتاز برشا الحقيقه. قاعدين نخدموا بامكانيات الموجوده، قاعدين نحققوا في نتائج ممتازه برشا. عندنا وليدات في المنتخب الوطني التونسي، عندنا وليدات معناتها قادرين باش يتحسنوا بالكدا وقادرين باش نعملوا معناتها نتائج خارقه للعاده. ان شاء الله اليوم في الجورني الاولى معناتها اليوم نهار السبت يكون عندنا ان شاء الله متوجين، وزاد غدوه عندنا ملاعبيه باش تكون موجوده. عندنا في 73 معتز بالله جزاح، عندنا في 60 كيلو سفيان جعفر، عندنا محمد بن زيد في الوزن اكثر من 100 كيلوغرام. الحقيقه قاعدين وليدات ممتازين، قاعدين نخدموا بهم، قاعدين نحققوا بهم في نتائج. ان شاء الله اليوم يكونوا معناتها في نهار ممتاز ونعملوا نتائج باهيه تشرف الجمعيه وتشرف الجهه ان شاء الله. اي احنا هنا سنين تسميو ممكن تجربه ثانيه، خاطر هيئه جديده في الرابطه. عملناو كانت التجربه الاولى نتاعنا، وسنين الثانيه دوره احنا نظموها بالهيئه هذه، وكان طابع مختلف على الدورات السابقين، وخليو الحكم للمشاركين يعني والناس اللي الفرق المشاركه والمشاهدين. على تحكي على الجمعيات كما وضع الالعاب الفرديه في تونس، الكل اغلبيه وليداتنا حدو 19 سنه 20 سنه يكون عنده تشوف اللي عنده مستقبل واعد في الرياضه هذه، لكن بحكم ظروفه الاجتماعيه يوصل لعمر معين ما عادش ينجم يتفرغ للرياضه، يا اما باش يقرا كان تعليم عالي ما عادش ينجم يواصل، ولا اذا كان باش يخدم على روحه في يوصل عمر معين وينقطع. هذا المشكلة نتاع الرياضات الفردية، مشكلة الجيدو في تونس بصفة عامة، فمش فلوس. حتى الوالدين توا يقيد ولده هوند، يقيدوا باسكيت، يقيدوا فوت، ما يساعدوش لا يقيدوا لا جيدو لا كاراتيه لا حتى شيء من الألعاب الفردية. ما منورين تونس كان لي جو انديفيدويل، الاتليتيزم، الجيدو، الايس كريم، المصارعة، هذوك الفلوس المليارات ماشيه في لي جو كولكتيف. ماناش ضد هذا، ما يتلفتوا لنا شويه وكاو معناتها تعديل شويه في لي بيدجي حتى على صعيد الوزاره، ما يهمناش في الانديه، حتى الوزاره بينها شويه تعديل
في بين الرياضات، معناتها نعطيو شويه اكثر قيمه للرياضات الفرديه. مالغري هو تحسن في العوامل الاخرانيين، لي بودجي الكل طلعوا تقريبا نتاع الجامعات تاع الالعاب الفرديه، لكن مازلنا بعاد على نيفو مونديال باش احنا نقيسوا رواحنا بدول اخرى اللي مسيطره في الالعاب هذه. لي بودجي نتاعنا مازال بعيد ياسر، ما نخلطوش حتى الانفنتيام معناتها نتاع بودجي، نحكيوش على فرنسا والمانيا، نحكيو حتى على رومانيا واوروبا الشرقيه. تقريبا احسن ما عندنا من لي جون اللي عندنا مشاركين في التورنوا. مشكور الجامعه والاطار الفني تاع الجامعه نتاعنا، حطونا على ذمه الدوره. تقريبا احسن الابطال اللي عندنا واحسن الاولاد باش يساهموا باش يطلعوا في المستوى نتاع الدوره. انا كل شاكاني نجي تونس نعدي فاكونس، نحبها برشا يعني، نحب تونس. جيت نلعب، هذه اول مشاركه ليا، اما مش اول مره نجي تونس. تنظيم رائع، سيد شكري، نشكر سيد شكري غانا رئيس رابطة على استقبال الرائع والمتميز. الحمد لله الدوره راهي ماشيه رائعه.